نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل كيبكات لا يوجد اتصال بالانترنت. نقوم بالضغط هنا على ضبط الاعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيق كيبكات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على ايقاف الاجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح تخزين مؤقت، من ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل الواي فاي خاص بكم، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل. هنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق كيب كات، سوف يظهرنا على هذا الشكل. عندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم كيب كات. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم فيديوهات القادمة إن شاء الله.